ومما يتبع به هذا الشهر ويختم به صدقة الفطر، صدقة الفطر وهي زكاة عن النفس، زكاة عن البدن، ولذلك تجب على الغني والفقير الذي عنده، الفقير الذي عنده ما يكفي ليومه وليلته، إذا كان عنده فاضل، إذا كان عنده فاضل عن قوت يومه وليلته وقوت من يمونهم فإنه تجب عليه صدقة الفطر. تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد، على الصغير والكبير، لأنها زكاة عن البدن وهي طهرة للصائم، طهرة للصائم مما قد يكون علق به من التقصير في هذا الشهر في الصيام، فهي طهرة له، وهي طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، لأن يوم العيد ما في عمل يقتات منه المساكين، ما في عمل، الأعمال تعطل، المحلات تغلق، فالمساكين بحاجة إلى أن يعطوا ما يكفيهم هذا اليوم، إلى أن يعطوا ما يكفيهم هذا اليوم الذي ليس فيه طلب للرزق وليس فيه كسب، لأن محلات الأعمال تعطل يوم العيد، فيعطون ما يكفيهم لأجل أن يفرحوا مع الناس في هذا اليوم. ومقدارها صاع، بالصاع النبوي، مقدار الفطرة صاع، الصاع النبوي الذي هو 4 أمداد، وبالكيلو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو وزن، 3 كيلو تقريبا، فإذا أخرج 3 كيلو فقد أخرج الصاع النبوي، لأنه عندما حرر وجد أنه يقارب 3 كيلو، فإذا جعله 3 كيلو يكون أحوط. هذا مقدار الصاع، ويخرج من قوت البلد، من قوت البلد، إن كان البلد يقتات بالبر يخرج البر، إن كان بالشعير يخرج الشعير، إن كان بالذرة يخرج الذرة، إن كان بالأرز يخرج الأرز، من قوت البلد، صاع من قوت البلد. وتعطى للفقراء، صدقة الفطر تعطى للفقراء، ولا بأس أن يجمع أهل البيت، يجمعون زكاتهم ويدفعوها لفقير واحد، ما في بأس، أو لجماعة من الفقراء، سواء دفعوها لواحد من الفقراء أو لجماعة من الفقراء، ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، لأنها تابعة للبدن، فيخرجها في البلد الذي أدركه انتهاء شهر رمضان فيه، هذا هو الأصل والسنة، يعطيها لفقراء ذلك البلد الذي هو فيه، ولو لم يكن بلدا له في الأصل، لأنها تابعة للبدن. وإن أخرجها في بلد آخر وكل من يخرجها عنه في بلد آخر أجزأ ذلك، المهم أنه يخرجها، ولكن الأفضل أن يخرجها في البلد الذي
يوافيه العيد وهو فيه، وإن أخرجها في بلد آخر فلا بأس، يعطيها لفقراء في أي بلد من فقراء المسلمين. ووقت إخراجها يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، غروب الشمس ليلة واحد من شوال، ويستمر إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، فلا يذهب إلى صلاة العيد إلا وقد أخرج صدقته، ولا يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد. وكونه يخرجها عند خروجه لصلاة العيد أفضل من إخراجها في أول الليل. ويجوز أن يخرجها قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، 28 رمضان أو 29 رمضان لا بأس، يوم أو يومين كما كان السلف يفعلون ذلك.